اللهم تعالى وعلى جميع العالم الشفاء بإذن الله يثرب ويشفي ويعافي. آمين. الله يشفي الأضرار. آمين. الله ولينا. آمين. وشافينا. طبم الله الشفاء العاجل لسيدنا مولانا المنصور بالله. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. آمين. واجعل تفرقنا منه تفرقا من الشر مرحوما. آمين. ولا اجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل سم باعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا عن سنتك وجماعتك وصلي اللهم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد إدريس بومعزب في أول نشاط للجمعية بعد ميلاد وجمع هؤلاء التلة مجموعة من الفنانين أبناء مدينة فاس كي يلتأموا في هذا الحفل الجميل والبهيج اللي غادي ينطلق من خلاله جمعية التراث العساوي الأصيل هنا داخل دار الشباب الزهور. فمرحبا بالجميع، مرحبا بالجمعية، مرحبا أيضا بالمقدم وكذلك العيساويين اللي حاضرين معنا في هذا اليوم وفي هذه الأمسية اللي قلت من خلالها غادي نعيشوا أجواء عيساوية وأجواء ربانية وروحانية مع السي إدريس بومعز وكذلك المجموعة اللي هي حاضرة معها. هذا لا يخفى على أن مدينة فاس كتبقى مدينة عريقة كتعرف وكتعرف ايضا بتراثها اللامادي ومن بينها يعني هاد المجموعات العيساويه. ملي كنقولوا عيساوه اكيد كنقولوا مدينه مكناس والمكان اللي فيه ضريح الشيخ مولاي الكامل، وكذلك ملي كنقولوا فاس ايضا كنقولوا التراث العيساوي الاصيل مع مجموعه من الألوان الفنية التراثية المغربية. إذا لن أطيل عليكم، غادي تكون بداية هذا الحفل مع آيات بينات من الذكر الحكيم. أنادي على الفقيه أمين ليتلو بعض الآيات البينات في افتتاح هذا الحفل، فليتقدم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار لعلهم يشكرون
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شكرا للاستاذ امين على القراءه الجميله والقراءه المغربيه. حقيقه انا عشت معاه بحال حنا في رمضان وحنا حنا في واحد السهره رمضانيه بحكم انه كاينه المجموعه العيساويه والقراءه المغربيه. ف ما حناش بعاد على شهر رمضان الكريم والاجواء الروحانيه شعبان. وكاين مجموعه ديال المجموعات اللي كتحيي ايضا الليله ديال شعبانه. فحنا في هذه الاجواء وكاننا كيف قلت اجواء رمضان. تبارك الله على سي امين والقراءه المتميزه، وهذا كيدل على انه كاين اصوات جميله في هذه المجموعه اللي هي حاضره معنا اليوم تحت غطاء جمعيه التراث العيساوي الاصيل بمدينه فاس. فاحنا ما غاديش نتكلموا بزاف، ولكن غادي نسمعوا الجمعيه اكثر، لانه حضورها وتاسيسها فهو دليل على انه مواصله هذا الفن الراقي الجميل من خلال توثيقه مجموعه من الاعمال، وكذلك حضورهم في مجموعه من المناسبات وكذلك المهرجانات. فعندي علاقه خاصه مع السي ادريس بومعز يعني في هذا الفن العيساوي، ويا ما كان دائما يلبي نداء خاصه الاذاعه اللي كنت كنشتغل فيها والسهره اللي كنت كنقدم. فسهره الغرام زهر كل ما كنت كنستدعي السي ادريس بومعز والمجموعه تاعو فكان كيلبي الحضور، وبالتالي فهو اعطى اشياء كثيره لهذا الفن العيساوي. فاحنا اليوم في الحضره ديالو تصفيقاتكم الله يخليكم السي ادريس والمجموعه اللي معاه، لانه
ماشي سهل باش تقوم تأسيس هذه الجمعية اللي غادي تعتني بالتراث العيساوي الأصيل في مدينة فاس. إذن على بركة الله مجموعة من القصائد في خلوق النبي وكذلك مدح الرسول عليه الصلاة والسلام مع جمعية التراث العيساوي الأصيل في مدينة فاس برئاسة المقدم دريس بومعز. توصل من جمعية التراث العيساوي الأصيل مدينة فاس وانت تبارك الله العمر كله ديالك وانت في هذا الفن الأصيل ماشي غير انت فحتى الأسرة ديالك فهي أصبحت يعني شبعة بالفن التراثي العيساوي كذلك أصدقائك وزملائك والناس اللي هما حاضرين فغادي نخليك مع هذه الكلمة قربنا أكثر من جمعية التراث العيساوي. شكرا سي كمال، شكرا على حضور الجميع، شكرا للجميع. عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. المهم باختصار الجمعيه تحصلت مؤخرا ولكن الطريقه العيساويه كانت مسبقا كانت سابقه من البدايه واللي جعلني باش نجدد هذه الجمعيه وندير هذه الجمعيه هو على التراث حفاظا على التراث العيساوي الاصل لانه تربينا في الطريقه العيساويه الصوفيه اصلا الطريقه العيساويه صفرا اصلا فيها اذكار احزاب اوراد. اول حاجه ملي تنجيو نوليو مقدمين تناخذوا كي تنقولوا الرخصه ناخذ الرخصه السياره ولكن تناخذ الطريقه العيساويه تناخذ البريد تنقدميت تيكون مقدم الشروط اللي تتكون عليه صاحب الاحزاب والاذكار والاوراق حافظ النقط. والطريقه العيساويه طريقه اخلاقيه ذات اخلاق وذات تربيه وذات صله رحم وذات محبه ماشي غير طريقه عيساويه فيها جذبه ولا فيها الروحانية ولأن فيها المحبة بالأصل القلب على القلب. واللي جعلني ندير هذه الجمعية هو باش نكون هاد الناس ونزيد نزددهم ونربيهم على التربية على الطريقة العيساوية الأصل الصوفية الصلاة والأذكار والأوراد والأحزاب. كاين واحد التغيير نظر للأجيال لكل زمان رجال وهذا الزمان كآلية كاين واحد التغيير نظرا للالكترونيات والاذاعات والتسجيل هادشي تغير مزيان يتغير ولكن الاصل تيبقى الاصل قالك جديد لينو جده والبلد لا تفرط فيه. فلهذا جعلني انا ندير هذه الجمعيه باش نبقى حافظ على تراث الاصل الطريقه العيساويه الاصل تندخلو الدخله الحزب والذكر الدرقاويه تهضيره شويه الانداح الربانيه شوية الأمداح ديال أولياء الله ثم نضروا ربانية اللي تنقولوا فيها الخماء الرباني والمجرد هذا عن جدودنا ما لا إله إلا الله محمد رسول الله ما هي طريقة عيساوية بحر طويل لأنه نقدم كل ما كبر كل ما تيجعل الله البركة وتتستبرك منه الناس نقدم حد وكبر تيكبر والطيبة تتكبر
ولأني لكل مقام مقام. فلهذا تشكركم الحضور كل ما هنالك نتصلوا في الطريقة الروحية، والكلمة إن شاء الله نعطيها للضيف ديالنا. الضيف جعلنا من مدينة مكناس، طلب الله يكون له ولي ونصير. وشكرا للجميع، تبارك الله يكون. الله يبارك فيك، تبارك الله عليك السي إدريس. فأنا كنت غادي ناخذ هذه النقطة، لأنه اليوم كاين المزج ما بين فاس ومكناس بحضور الضيف ديالنا اللي هو حاضر المقدم لسي عبد العالي من مدينة مكناس. فمرحبا بك معنا، تبارك الله عليك. بزاف ديال الناس هما كيتابعوا المقدم عبد العالي، واليوم حاضر مع جمعية التراث العيساوي الأصيل بمدينة فاس. كلمة حق الجمعية وحق أيضا حضورك معنا في هذا افتتاح هذه الجمعية اللي نتمنوا لها كل التوفيق. السلام عليكم. اليوم لي الشرف العظيم لي ولمدينة مكناس بالحضور بجانب أخونا ومقدمنا وصديق أبي وصديق جدي مولاي إدريس، الله يخليه لنا بالصحيحة والشفاء وطول عمره. كما أوجه التحية ديالي لجميع المقدمين الموجودين في مدينة فاس، وسيدي عادي البوشي وسيدي حيا وجميع المقدمين كامل الحاضرين، وكما أتوجه بالشكر وطول العمر للمقدمين القدماء مقدمنا البشير وسيدي بن الحسن وحاج عز الدين البطاحي والليسي وهذا المقدمين. وكنطلب من هاد الاخوان هادو، راه عندي واحد البادره الى جات على خاطركم، انه نحيو السنه كما كانوا تيحيوها اجدادنا، اللي هي طريق الربح والذخيره. طلعت بالاساس ظاهره عند السنه والكتاب في حسن السيره، طريق شريفه محرره من يمشي فيها على شعاع البصيره يربح الدنيا والاخره. والحد حديث طويل، لهذا بغينا نحيو هذه السنه اللي كان المقدم ديالنا كيقولها، بان نزوروا المقدمين ديالنا اللي فناوا العمر ديالهم في تمشيخت. وكما يقول الشيخ، بلا شيخ باطل شيخ وشيخته باطله. هاد المقدمين وهاد الوجوه اللي مازال كنشوفوا فيهم هاد النظره، بغينا نحيو معاهم الرحيل، وبغينا نديروا واحد الجمعيه ان نزوروا المقدمين والدكاره والفقراء اللي هما مرادين الله يشافيهم. بغينا نديروا انه تكون واحد سلم من المقدمين انها تبقى تزور هاد المقدمين، وعلى راسهم كنقول من هاد المنبر انا بغيت نمشي نشوف قدمي البشير الله يقعد وسادو، والمقدم بن الحسن الله يقعد وسادو ويخليهم لنا بركه، والحاج عز الدين البطاحي والكيسي هادو راه ما تربينا معاهم، وهادو اصدقاء الاباء والاجداد الله يخليهم لنا بركه. وكما نرحموا على والدي ادريس المرابط رحمه الله عليه، اللي هو والدي وشيخي ومعلمي الله يرحم الجميع. وارحمنا يا الله وارحم والدينا سوسي الحاج سعيد بن رضا الله يخليه توالينا بالعمر ديالو وطولنا ليه في العمر، وبقيه المقدمين يسمحوا لي الا ما جبت شي واحد، هادو الناس ديال فاس والناس ديال مكناس الله يقعد وسادهم والله يخليهم لينا بركه، والاشياخ ديالنا اللي تلمدنا عليهم كمثلا ادريس والد ديالي وشيخنا مولاي ادريس بغداد وعزيزي الحاج محسوب الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات ويجعل البركه في الباقي. تبارك الله عليك سي عبد العالي. يعني سي عبد العالي دار واحد الجرد ديال المقدمين في مدينة فاس وهاد الطوائف العيساوية
اللي تبارك الله اسماء كثيره ومازال الحمد لله الخلف حاضر. قبل ما نرجع للمجموعه غادي نعطي كلمه الواحد ايضا من المحبين اصدقاء السيد ريس بومعاز وكذلك من عشاق هذا التراث السي الحاج المراوض اللي ابى ان يقول كلمه في حق الجمعيه وكذلك السيد ريس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اولا اود بالامانه واشكر الجمعيه بشخصية السيد الرئيس عن حسن الدعوة وكذلك الحضور الكريم والطاقم الإعلامي وبعض المنتخبين المجالس وكذلك الحضور الكريم اللي شاركنا، وهذا وتنهنيهم على هذا المولود الجديد، هذا المولود اللي بصراحة أنه كنا مشتاقين وجعلنا مشتاقين في تشكيل هذه الجمعية. كنت من الناس اللي كنت ألح بشدة على الزميل والأخ الصديق دريس من أجل تشكيل هذه الجمعية، لأن من أجل التقنين وهذا التبعيد العمل الجمعوي بإطار هذا المولود الصوفي. شاء الأقدار إلا وأن أسسها ونحن نصفق له ونشد على يدي برب حرارة ونرفع له القبعة أنه استطاع أن يدير هذا المولود من أجل الحفاظ على التراث العيسوي الأصيل الذي تربينا به وترعرعنا به، وكنا عائلة مشتركة زعما بصراحة، وكنحيي كل الإخوان لا اللي غايبين ولا حاضرين، كنا بصراحة أنا والله إلا أتفكر وأتذكر ذاك عقيدة السبع، وتنتفكر كذلك وكنتفكر كذلك دار يحيى السوسان وكذلك دار أخ عبد اللطيف الحاتي والإخوان، كنا كنجمعوا ليس من أجل العمل ولكن من أجل صلة الرحيم. تنطق الله عز وجل في هذا الغفران أن يحاول السي إدريس بومعيز، وأنا أقولها من هذا المنبر، أنه يدير شي نشاط ويسمي هذا النشاط يعني صلة الرحيم، ويجمع فيه كل الإخوان وتصفى فيه القلوب، وكما قالوا هاد الإعلام هاد العلومة اللي كيتهزونا ماشي مستاهل واللي كيتهزونا بداو جديد، ويجمعوا الإخوان كلهم ويشوفوا داك الشلة مجموعة، لأن كما تيقولوا أهل مكة هذا راه ماشي عابها. مرة أخرى أجدد الشكر وكذلك لا ننسى الأخ الإعلامي والزميل الصحفي المشرف كمال العابدي الذي دائما يشجع لا عبر الأثير ولا حضوريا ولا عبر أثير الإذاعة، فهو دائما يحيي هذا الصوفي وتحية للمجموعة وتحية الأخ دريس. وبما أن الأخ دريس الآن حاضر، أنا ألح وبشدة على أن النشاط المستقبلي إن شاء الله إلا وأن يكون نشاط يسمى بجمع صلة الرحيم، ويحاول ما أمكن يجمع كل الشيوخ وكل أحبة والأب ولا سيما الاخوان اللي تربوا في دار الربع عباس ولا كنزه في عقيد السبع. وشكرا وتحياتي. شكرا شكرا سي المرابط على الكلمه، ويمكن هذه غادي تكون ضمن اهداف جمعيه التراث العيساوي، وهو لم الشمل وكذلك صله الرحم مع كل المقدمين وكذلك كل المريدين وكل عشاق الفن العيساوي او الطريقه العيساويه. فما ننساوش على انه اسماء كثيره كاينه، وما احوجنا اننا فعلا نشوفوا لمه ديال المقدمين كاملين. فمثلا ملي الا كتذكروا معايا في الصباح ديال العيد كنشوفوا الموسيقى الاندلسيه وكنلقاو جميع الفنانين ديال الموسيقى الاندلسيه مجموعين في حفل بجدوب الصويري. يعني هادو ديما كنشوفوهم في شاشه التلفاز، ولكن فاس كاين مثلا سوق الحناء، كاين فندق الجاري، كنلقاو مجموعه ديال الطوائف وكذلك المقدمين حاضرين. فنبغيو السيد ريس نشوفوكم مجموعين ان شاء الله في حفل فني يا على شاشه التلفاز ولا في مهرجانات، اما قبل رمضان ولا ان شاء الله. اذا هذا وعد من السيد ريس قبل ولا بعد رمضان. عفوا بالمناسبه نبغي الاخوان بالمجموعه بالمناسبه الله يخليكم، هذا واحد طلب شخصي للاخوان، واحد الزميل ديالكم اللي هو فقير وصديق الان راه طارح الفراش، نبغيكم تسجلوا فاتحه، هو السي محمد المرضي.
السي محمد وردي بهذه المناسبة أنكم الله يخليكم تهزوا أكو لا أدري عاود تهزوا له شي فاتحة أنا ويهز الله بالشفاء ويشافيه ويخلي وليداته إن شاء الله الله يشافيه ويعافيه الله يخلي وليداته أمين الله يعطيه صحة جديدة أمين الله يكون ولي ونصير اللهم تعالى وعلى تعود مضر وجاسم الله يجعله حسك فيه الله يجعله خصيب تشفع يا رسول الله You're so